مني انا وجبد يعني نقولوا كل شيء. بغينا المراقبه باش نحافظوا على حمايه المستهلك، وهذا هو اللي كنطلبوا من السلطات، يعني تبقى مراقبه المخابز على حسب الميزان والنظافه والجوده ديال الدقيق وبزاف ديال الحوايج اللي كيوقعوا في هذه. وهذه المبادره درتها انا باش نشجع المخابز كامل يكونوا يتحدوا وتكون بيناتنا منافسه، لان المنافسه كتخلي ديما الخدمه كتكون مزيانه وتكون